السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم بانيه إسفنجي. العجينة نتاعه تشبه كثيرا العجينة تاع السفنج أو الخفاف، لكن فيه مكونات إضافية. هذه المكونات تخليه محافظ على القوام نتاعه حتى لو كان يبرد أو يصبح. سلام مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات، أولا غادي نوضعوا الماء يكون أكثر من دافي، يعني ساخن لكن ما يحرقش، كوب أو 250 مللتر. نضيفوا له ملعقة كبيرة نتاع السكر، ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة نتاع حليب على شكل غبرة أو بودرة. نضيف ايضا ملعقه كبيره نتاع زبده او مارغارين تكون طريه. غادي نخلطوا المكونات. من بعد غادي نضيف هنايا الفرينه، نضيف كميه قليله، نزيد فوقها الملح. الملح وضعت نصف ملعقه صغيره. وهنايا الفرينه او الطحين او الدقيق الابيض راني وازنه 2 كوب، ما يعادل 300 غرام. من بعد نضيف كميه نتاع الفرينه المتبقيه ونجمعوا العجينه. والعجينه لازم تكون طريه مثل نتاع الخفاف او السفنج، تقعدوا تعجنوا فيها اما بواسطه هذا الفوي ولا بواسطه الشوكه. وتقدروا تزيدوا شويه فرينه الا شفتوا العجينه نتاعكم جاريه بزاف، لان النوعيه تاع الفرينه تختلف. الا شفتوا الفرينه نتاعكم ما تمطش بزاف الماء، تقدروا اضافه شويه فرينه. نضيف ايضا الخل، ربع ملعقه صغيره. الخل يعتبر كمحسن، يعني غادي يحسن العجينه. بعد نزيدو نخلطو قليلا. بعد هنايا العجينه غادي نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها للمره الاولى. بعد ما العجينه ضاعف حجمها للمره الاولى، وضعت لها ملعقه كبيره نتاع الزيت. من بعد قعدت نهبط لها في الخميره على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره، وغادي نعاودوا نغطوها ونخلوها تخمر للمره الثانيه. يعني كل ما كررتوا هذه العمليه كل ما تحصلتوا على سفنج يكون فارغ من الداخل ويجيكم خفيف. هنا ايضا تضاعف حجمها للمره الثانيه، نعاود نهبط لها الخميره ونعاود نغطيها ونخليها يتضاعف الحجم تاعها للمره الثالثه. تقدروا ديروا حتى 4 خطرات ولا 5 خطرات، انا 3 مرات وحبست. من بعد هنايا في سنيوه كنت دهنتها بالزيت وزيت ايضا يديا، قعدت نشكل كرات مثل ما نشكلوا المسمن او المدلوك او الرقاق، وغادي نوضعوهم في هذاك البلاطو. يعني هنايا فقط كميه تاع 300 غرام فرينه تعطيكم كميه معتبره تاع السفنج. من بعد هنايا راني نخبز فيهم قليلا، مباشرة غادي نقلوهم، ما لازمش تخلوهم يتضاعف الحجم نتاعهم. هنايا في المقلاة راني واضعة الزيت، سخنته جيدا، من بعد نقصت درجة الحرارة ورجعتها متوسطة وراني نقلي فيهم. هنا فقط غادي غير نخبزوهم ونوضعوهم في المقلاة. هذا البينيه ولا السفنج ولا أي بينيه آخر لو كان تخلوه يخمر من بعد تقلوه ما غاديش يجيكم منسوف من الداخل، يعني ما لازمش تخلوه يخمر بزاف، غير هكا يرتاح غير فقط بضع دقائق، من بعد خبزوه وقعدوا تقلوه فيه عادي. هنا كيما راكم تلاحظوا راني نوضع ايضا الزيت الساخن فوق القطعه باش تنفخ لكم مليح ويجيكم فارغ من الداخل. بعد ما يتحمروا غادي نوضعوهم اولا في بلاطو نكونوا واضعين فيه الورق اللي يمتص الزيت. غادي نوضعوهم فقط بضع ثواني ومن بعد نوضعوهم في السكر، ولازم استعمال سكر يكون رقيق، ما تستعملوش هذاك السكر يكون شويه خشن، لو كان يكون خشن ما غاديش يسقى لكم في القطع. هنا فقط ملاحظه، تقدروا هذوك الكرات تصغروهم اكثر من اللي شفتوهم في الصوره، غادي تتحصلوا على كميه كبيره نتاع سفنج او خفاف. من بعد هنايا كما راكم تلاحظوا هذا السفنج يتقلى بسرعه، يعني غادي تكملوا في وقت وجيز. هنايا راني نوضع فيهم في السكر، راهم شويه سخونين يعني ما لازمش تخلوهم حتى يبردوا كامل، وكان يبردوا السكر تاني ما يلصقش فيهم. من بعد توضعوهم في صحن التقديم، وتقدروا ايضا تعمروهم بالمربى، يعني توضعوا المربى في جيب حلواني ومن بعد تضغطوا عليه داخل القطع باش يجوكم هكاك محشيين. وهذا هو الشكل النهائي نتاعهم. انا اكتفيت فقط بالسكر، دوك تشوفوا نفتح لكم واحده وتشوفوا كيفاش يجي من الداخل خاوي وايضا خفيف بزاف. وهذا السفنج حتى لو كان يبرد ولا يصبح
تقدروا تاكلوه ما يجيكمش معلك كما لاحظتوا من قطعت القطعه قطعتها بسهوله، ما كانت هناك مطاطيه، ما من تاكلوها ما تكونش كيما العلك في الفم. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.